دوري ابطال افريقيا نصف النهائي الوداد في مواجهه ماميلودي سانداونز مباراه الحسم. بطبيعه الحال الا كنتي متبع المحتوى الكروي وخصوصا الوداد الرياضي ما تنساش نحط في الامر هنا حيت كنديروا فيديوهات بزاف على الوداد. المباراه ديال الوداد وماميلودي سانداونز بريطانيا غتكون صعيبه ولكن ماشي مستحيله حيت فايتنا درناها مع الاهلي وفايتنا درناها مع تشوف ويسون مازيمبي، يعني عندنا سوابق في هادشي كنعرفوا نجيبوا تاهلات من تيرانات كبار، يعني اللعابه ديالنا الى حطوا الريه ديالهم وتقاتلوا على التوني نجيبوا التاهل ان شاء الله. التشكيله اللي غيلعب بها المدرب ديالنا غالبا غادي تكون هي هادي، وهادشي اللي كان عندنا منتج واحد. فولو ولايك وكومنت تهلاو وديما وداد وان شاء الله نجيبوها من بريتوريا كيفما جبنا اللي فاتوا.